مرحبا، هاي انا امرندا. ان شاء الله مرحبا. بيعتذر منكم. تمام، انا بعد هون احصائيه. شو بيشتغل الشيخ هون؟ انا هون تعودوا. لا لا، ليش انا يا عم.
مساء الخير والنور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي إذاعة صدى اف ام وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك. تحية لكم من محدثكم عبد العظيم زهير. عجلة الدوري السوري تعود للدوران من جديد وتدور معها كاميرا صدى اف ام، ندور حيث تدور المستديرة. ننقل لكم الصورة اليوم من ملعب خالد بن الوليد في حمص، حيث يحط نادي الاتحاد الحلبي رحاله لملاقات كبير المدينة الكرامة في كلاسيكو الكرة السورية الذي دائما ما كان يسيطر ويخطف الأضواء من كل المباريات، ولكن في هذا الموسم يحل الفريقان في مركزين إلى حد الآن لا ينافسان على لقب هذا الدوري. وتطغى على هذه المواجهة اليوم ديربي اللاذقية، ديربي الغضب، ديربي النار، ديربي الأمواج، تشرين وحطين. وبالتالي لاعبي الفريقين أمامنا الكرامة والاتحاد مطالبين اليوم بإثبات أن الكلاسيكو هو الكلاسيكو والقمة هي القمة، بغض النظر عن المراكز وبصرف النظر عن الترتيب. الاتحاد والكرامة تبقى من أدسم أطباق كرة القدم السورية. تنطلق القمة بصافرة الحكم الدولي محمد سليمان قناة، مساعد أول الدولي حسام فريج، مساعد ثاني محمد عبد الجواد، والحكم الرابع مهند ناصيف. نبدأ بتشكيلة الفريق الضيف الاتحاد الحلبي. في حراسة المرمى فادي مرعي، في الدفاع جهاد البعور، عبد الناصر حسن، شاهر شاهين. في خط الوسط زكريا حنان وأحمد الأشقر، زكريا عزيزة والكابتن أيمن الصلال، محمد ريحانية في الهجوم إلى جانب محمد الأحمد وأنس بوطة. الرسم التكتيكي والهندسة للكابتن محمد عقيل قائد الدفة الفنية الاتحادية. تشكيلة المستضيف الكرماوي، عبد اللطيف نعسان في حراسة المرمى، واصل حسين رقم 8، عبد الله جنيات 88، رقم 4 هيثم اللوز، عامر تركوي 33، براء ديار بكرلي 9 في خط الوسط، 5 ميلاد حمد، 11 علي زكريا، همام ابو سمره رقم 70، في خط الهجوم محمود الاسود رقم 14، وعبد السلام رحمون رقم 18. الرسم التكتيكي للكابتن فهد عوده بعد استقاله عبد القادر الرفاعي، والكره الاولى لا تشكل خطورة على المرمى الأهلاوي. احتياط الكرامة مصعب بلحوس، عبيدة أبو سمرة رقم 2، محمد صهيوني رقم 7، زيد غريب 10، عبد القادر شعبان رقم 12، علاء حمادة رقم 19. المباراة تبدأ بأجواء القمة، لا تترك لنا الفرصة لسرد التشكيلة والرسم التكتيكي للفريقين. لم نكد ننهي التشكيلة إلا وتبدأ الفرص ويبدأ التفاعل الجماهيري، رغم أن الحضور الجماهيري متوقف رسميا بسبب انتشار فيروس كورونا وإجراءات وقائية للحد من رقعة انتشار هذا الفيروس. نكمل بتشكيلة الكرامة الاحتياطية، عماد الحموي رقم 20، نصوح نكدلي 66. إذا تنطلق القمة هنا في حمص، وتنطلق مباريات الجولة 23 من الدوري في نفس الوقت. تشرين يستضيف حطين كما أسلفنا، الساحل يستقبل الوثبة في طرطوس، الطليعة يحل ضيفا في دمشق على الجيش، جبلة يحل ضيفا في دمشق كذلك على الوحدة، النواعر الحمو يستقبل الفتوة، والجزيرة متذيل الترتيب يستقبل الشرطة. إذن تنطلق المباراة بحسابات وتكتيكات، كيف ستكون، كيف ستظهر، من سيتسيد هذه القمة؟ الكرة في الدفاع الأهلاوي، عبد الناصر، إذن كرات متنقلة تخرج، تماس لصالح المستضيف الكرماوي. في الدفاع الكرماوي عند وصل الحسين، مباراة عامر تركاوي. الخيارات الفنية اليوم للكابتن فهد عودة بعد استقالة عبد القادر الرفاعي منذ يومين. تماس كرماوي من جديد، عامر تركاوي،
كيف ستكون؟ كيف ستلعب؟ هل سيكون لنجوم الفريقين اليوم القدرة على إعادة المهابة للكلاسيكو المواجهة الأفضل في الدوري السوري منذ سنوات وخطف الأضواء باللاذقية المشتعل هناك بين تشرين وحطين في ظل الصدارة التشرينية؟ الكرة مع محمد ريحانية، التحام بدني واشتراك تبقى اتحادية، تعود للريحانية، مهارة وفنية، يسقط على أرض الملعب، تفتك الكرة، تعود كرموية في الدفاع الاتحادي، عدد التحامات ثنائية اشتركت منذ بداية المباراة، الاندفاع والسخونة. الكلاسيكو كما أسلفنا يبقى الكلاسيكو بصرف النظر عن المراكز والحسابات ولغة النقاط والحكايات. تفتك اتحادية في خط الهجوم، الكرة أحمد أشقر يلعب على اليسار لأيمن الصلال القائد اليوم في ظل جلوس إبراهيم الزين على مقاعد البدلاء. زكريا حنان، زكريا حنان يمر، ممتازة من زكريا، تفتك بالدفاع الكرماوي، تعود والصفقة من الدولي محمد سليمان قناة، وفاول للكرامة. حطين يفتتح النتيجة في 20 ويشتعل ديربي اللاذقية قبل الكلاسيكو، 1-0 للأزرق، 1-0 معشوق أهل الوفا، يباغت المتصدر، يباغت صاحب الريادة، يباغت الأصفر، ديربي البحر، ديربي الأمواج الهائجة، ديربي النار، ديربي الغضب، ينطلق رسميا قبل الكلاسيكو، 1-0 للحطينية. كيف ستكون هنا القمة؟ وكيف ستنطلق ولمن ستكون الرياضة؟ من سيكون صاحب الكلمة العليا هنا في حمص في ملعب خالد بن الوليد الذي لا يجهل أحد ولا ينسى أحد الملاحم الأسيوية التي سطرت هنا يوم كانت راية الكرامة هي العليا. الكرة على اليمين كرموية بحيازة علي زكريا، خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء، الكرة الأولى ربما تفتك في الدفاع الأهلاوي، تعود دربك، لا تزال الهجمة خطيرة ملعوبة على اليمين، يستلمها من هناك ومطالبة بركلة جزاء، والحكم يقول لا. محمد سليمان قناة يرفض تصفير البنالتي، ليست بنالتي، والاحتجاج كان من الجمهور الكرماوي وبعض المطالبات بركلة جزاء، ولكن ما قاله الحكم محمد سليمان قناة بالاستناد إلى المساعدين يصفر تسلل، هو الأول في هذه المباراة، هو الأول في هذه القمة، تسلل على الهجوم الكرموي، والكرة عند فادي مرعي. جهاد البعور، عبد الناصر حسن، شاهر شاهين، عبد الناصر حسن من جديد، تعود جهاد البعور، تدرج بالكرة، انتقال سليم وسلس، زكريا عزيزة، تخرج الكرة تقطع جانبية بيد محمد ريحانية، الجناح الاتحادي الطائر صاحب اللياقة العالية ابن 18 عاما، يقدم موسم ممتاز مع القلعة الأهلاوية هذه السنة، محمد ريحانية، الكرة عند شاهر شاهين، هناك في الدفاع منقولة على الجهة اليسرى، أحمد الأشقر، رمانة ميزان الأهلاوي ودرة خط وسط الاتحاد الحلبي هذه السنة، محمد ريحانية، كرة إلى الأمام على جهة اليسار خاطئة، لا تجد الطريق إلى المهاجم، تماس كرماوي، كرة مع هيثم اللوز قلب الدفاع الكرماوي بخيارات فهد عودة هذا المساء، قطرية تغيير اتجاه اللعب إلى ناحية اليسار، كرموية الكرامة مدفع، الكرامة يحاول منذ البداية، واضح الحماس، تفتك الكرة، تعود اتحادية، محمد ريحانية ينقلها على اليمين، ممتازة جدا، أين العرضية؟ يستلم الكرة زكريا حنان، يعود لمحمد ريحانية من جديد، محمد ريحانية باتجاه العمق، زكريا عزيزة يسدد ولكن ترتطم، لم تصل ولم تهدد، تخرج الكرة إلى ضربة زاوية هي الأولى هذا المساء على يمين عبد اللطيف حسن، الركنية الأولى اتحادية. أيمن الصلال
ملعوبة داخل منطقة الجزاء في منطقة خطورة ممتازة جدا قد تأتي بالجديد، ولكن الفاول للدفاع الكرماوي. فاول بصفية محمد سليمان قناة. المواجهة الأبرز كانت في معظم عقود الكرة السورية منذ انطلاق شعلة الدوري السوري رسميا عام 66 في موسم 66-67 الذي تسيده أهلي حلب وكان أول من توج بالدوري بعد اعتراف الفيفا عام 66. مواجهة الكلاسيكو تكررت على مستوى الدوري 88 مرة. نشهد الكلاسيكو 89 والانطلاقة الرائعة، عرضية داخل المنطقة ممتازة جدا، يتألق ويتعلق فادي مرعي في الأبعاد، الكرة الممتازة الأولى الكرموية ممتازة والأروع، كروس ممتاز وسليم داخل منطقة الخطورة، استغلال من اللمسة الأولى باتجاه المرمى، كادت تفتتح التسجيل وتهز شباك فادي مرعي لولا اليقظة والصحوة والانتباه من الحارس المتألق فادي مرعي. ركلة الزاوية الكرموية الأولى، قلت الكرامة بادئ بقوة، قلت الكرامة بادئ بحماس، أصحاب الأرض يريدون نقاط المباراة، نقاط الكلاسيكو تبقى غالية رغم أنهم في المركز الثامن هذا الموسم. تعود وتبعد إلى عبد اللطيف نعسان عند الأربعة هيثم اللوز، ضغط اتحادي على حامل الكرة يعود لعبد اللطيف نعسان، هيثم اللوز من جديد، مفتوحة المباراة منذ البداية، لا تحفظ لا جس نبض، هذان ندان تاريخيان يعرف كل منهما الطريق إلى شباك الآخر رغم أن مواجهة الذهاب انتهت 0-0. احتكاك في وسط الملعب، صافرة وفاول اتحادي، تلعب بسرعة محمد الريحانية، تفتك تعود كرموية الاتحاد، لم يضبط، ممتازة جدا الافتكاك من زكريا عزيزة. الاتحاد لم ينظم خطوطه حتى الآن، لم يشكل خطورة على مرمى الكرامة، صار مجبرا على الرد على الفرصة الأولى التي جاءت كرموية كادت تهز الشباك لولا أنه تفطن فادي مرعي وأنقذها بروعة أخرجها إلى ركلة الزاوية الأولى هذا المساء. فاول في صالح الكرامة، خشونة نسبية من لاعبي الاتحاد مع بداية المباراة، ممكن نظرا للتوتر، نظرا للعب خارج الميدان، نظرا للاندفاع الكرماوية والبداية الهجومية من فهد عودي الذي ربما يخالف التوقعات. الكل يتوقع أن يبدأ متحفزا، أن يجس النبض، أن يحسب حساب هذه القمة التاريخية التي يتجدد موعدها على اعتبار أنه استلم الدفة الفنية منذ يومين ليس إلا، فقد استقال كما ذكر عبد القادر رفاعي. إذن ضربة حرة كرموية، كنا نسرد أرقام الكلاسيكو، كنا نلقي الضوء على ما كان وما تم في سالف السنين وماضي الأيام بين العملاقين كبير حلب وكبير حمص. الأهلي والكرامة تواجها 88 مرة، قبل هذه المرة فاز الكرامة 34 والاتحاد 33، التقارب والتنافس الندية وتعادل في 21 مناسبة. على تنفيذ الضربة الحرة إذن علي زكريا، يلعبها مقوسة داخل منطقة فادي مرعي، أعلى من الجميع بكل سهولة يلتقطها، حاضر ذهنيا حاضر بدنيا، جاهز فادي مرعي هذا المساء، يلعب الكرة أمامية تجد المدافع الكرماوي قبل الجميع، ممتازة قد تكون، السيس سقوط داخل منطقة جزاء دون احتكاك، تلعب مستمرة تعود اتحادية كونتر اتاك، قد يكون خطير، قد يستثمر، فاول بصافرة الدولي محمد سليمان قناة. فاول تكتيكي كرموي يمنع مرتدة كانت خطيرة للاتحاد لو استمرت. كرة في الدفاع الاتحادي بحيازة عبد الناصر حسن، منقولة أيمن الصلال، أيمن الصلال لنوري، نوري يعود للأشقر أحمد الأشقر باتجاه زكريا عزيزة، لا يلعب محمد عنز هذا المساء، يعتمد على زكريا عزيزة الكابتن عقيل، مقطوعة كرموية، الكرامة يبدأ ضغط، محمود الأسود ممتازة جدا على اليمين،
الكرمة أين التسديدة؟ أغلقت المنطقة، ممنوع مرور، عرضية داخل منطقة جزاء رأسية، ولكن تاهت، لم تجد طريقها إلى فادي مرعي وشبكه. تعود للكرمة، الكرمة أفضل إلى حد الآن، الكرمة يضغط، الكرمة يلعب أمام جمهوره، الكرمة يقنع إلى حد هذه اللحظة في بداية المباراة بعد انقضاء ربع ساعة من كلاسيكو الكرة السورية الاتحاد والكرمة. جهاد البعور، جهاد البعور قبل أيام أتم عامه 33، احتفل بعيد ميلاده. اللاعب الذي مثل منتخب سوريا للرجال وتألق، لا ننسى في مباراة الملحق الآسيوي ذهاب الذي أقيم في ماليزيا ضد المنتخب الأسترالي وانتهت تلك القمة 1-1. الهدف الأول من الأسترالي ليكي، والكرة عند عبد اللطيف نعسان. كان تقدم الأسترالي ليكي رقم 7 بالهدف الأول على سوريا بالدقيقة 42. عاد النجم المتألق عمر السومة وعدل الأوتار لسوريا في الدقيقة 84 من ركلة جزاء. تلك القمة تألق فيها يومها جهاد البعور. تماس أهلاوي، محمد ريحانية، تغيير اتجاه اللعب باتجاه شاهر شاهين في الخلف. الاتحاد لا يستعجل، الاتحاد لا يتهور، ربما الاتحاد يلعب خطوة بخطوة على المضمون، لعلها توجيهات الكابتن محمد عقيل. الكرة عند زكريا حنان، يعود لعزيزة، وصلت إلى أيمن الصلال، منقول الكرة، شاهر شاهين في قلب الدفاع، عبد الناصر حسن، عبد الناصر إلى جهاد البعور، جهاد البعور أمامية ورأسية. إلى حد الآن لا خطورة على مرمى عبد اللطيف نعسان. الكرامة هو الأكثر تهديفيا بمرمى الاتحاد على مستوى الدوري تاريخيا، 103 مرات هز الشباك الحلبية الاتحاد، أقل بعشرة أهداف على مستوى الدوري في الكلاسيكيات 88 المنقضية. مقطوعة اتحادية بخطأ من الدفاع الكرموي، محمد الأحمد نوري يسدد بدون عنوان، عالية جدا، ضربة مرمى عند عبد اللطيف نعسان. السجل التهديفي لصالح الكرامة بعشرة أهداف فرق على مستوى تاريخ الدوري، وفارق المواجهات لصالح الكرامة بمواجهة واحدة ليس إلا. الاتحاد قد يعدل اليوم السجل التاريخي، وأين؟ في أرض الكرامة، هنا في الأرض التي شهدت آسيا على تألق الكرامة فيها أيام الكابتن محمد قويد، الذي يخلد في أذهان الكرموية بالتألق والتعملق في دوري أبطال آسيا 2006 حين لعب الكرامة ممثلا لسوريا بشكل غير مسبوق على المستوى السوري مباراة النهاية ضد شومبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي الذي فاز في أرضه بهدفين مقابل، والكرامة فاز في حمص بهدفين لهدف، وكان اللقب كوريا ليكون أفضل وجود لسوريا في دوري أبطال آسيا. هنا سجلت الملاحم في هذا الملعب، نادر الفرق الآسيوية التي فازت هنا عام 2006. الزمن الجميل للكرامة، منتصف العشرية الماضية، بداية هذا القرن. كرة في الدفاع الأهلاوي، شاهر شاهين، ملعوبة أحمد الأشقر، أحمد الأشقر يوزع اللعب، يوزع الكرات، الكل يدور حول أحمد الأشقر. زكريا عزيزة، زكريا عزيزة لجهاد البعور باتجاه عبد الناصر حسن. الاتحاد يحاول استدراج الكرامة من مناطقه، انضباط تكتيكي للكرامة، انتشار أفضل مع أفضلية هجومية نسبية. جاءت بفرصة واحدة وسدد الاتحاد كرة واحدة لم تكن باتجاه المرمى، انطلاق يطلب الكرة، زكريا حنان لا يجدها، تعود باتجاه منتصف الملعب عند محمد ريحانية إلى أحمد الأشقر، أحمد الأشقر يعود، زكريا عزيزة، محمد ريحانية من جديد، محمد ريحانية يتفوق في هذا الصراع الثنائي
محمد ريحانية، شعلة اللياقة التي لا تنطفئ، دائما ما يتألق، دائما ما يكون الجناح طائر، خيار صائب دائما ومتكرر وثابت رغم صغر السن. هذه السنة على أوراق الكابتن محمد عقيل، ملعوبة الكرة الاتحادية أصبحت خطيرة ممتازة، ولكن يتفطن الدفاع الكرماوي، ممنوع المرور إلى حد اللحظة، ممنوع تهديد مرمى عبد اللطيف نعسان. تلاحم ثنائي يتفاعل مع كل تلاحم ثنائي الجمهور الحاضر اليوم هنا في ملعب خالد بن الوليد لمناصرة الكرامة، جانب من الحضور الجماهيري الكرماوي. وقلنا المدرجات السورية تفتقد لروادها بصفة عامة نظرا لإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا. كرة على الأرض، محمد ريحانية، كرات أرضية، نقلات تتعدد للاتحاد في مؤشر للبحث عن الحلول، في مؤشر للاستحواذ على الكرة، في مؤشر لإبعاد الخطورة الكرماوية بالسيطرة على الكرة. لمسة يد بصافرة محمد سليمان قنات، حكم ممتاز صاحي إلى حد الآن، قرارات حاسمة وسليمة وفي مكانها. عبد اللطيف نعسان الزعيم الجيشاوي يتقدم في استقباله للطليعة 1-0. عدلوا وغيروا وبدلوا في مراكز الدوري، في ترتيب الدوري، المباريات كلها في الوقت نفسه، كلها انطلقت عند 5 مساء اليوم. الجيش في مواجهة الطليعة في دمشق يتقدم 1-0، ديربي الغضب في اللاذقية لا يزال حطينيا إلى اللحظة، 1-0 للزرق. الشرطة بضيافة الجزيرة يتأخر بهدف كذلك، 1-0. إذن الجزيرة الساعي للهروب من مناطق الخطر، متزيل الترتيب، الجزيرة لا يزال ممتاز المرور. محمد ريحانية، تعود الكرة زكريا عزيزة، نقلات ولكن كثافة عددية كرماوية تحسم الموقف، تجبر لاعبي الاتحاد إلى إعادة الكرة إلى الخلف. في الخلف الكرة عند زكريا حنان، زكريا عزيزة يلعب للأشقر أحمد، يبحث عن زميل، يبحث عن حلول، يجد زكريا حنان على اليمين، يعود بالكرة، تصل زكريا عزيزة. من سيحسم هذه القمة ويكون هدافها؟ ملعوبة خطيرة على اليسار، علها تأتي بالجديد، يجبر الاتحاد دائما إلى إعادة الكرة إلى الخلف، دفاع منطقة، دفاع متكتل على طريقة الباسكت كرماوي، انضباط تكتيكي، تسديدة ممتازة جدا، ارتماء ولا أروع، عبد اللطيف نعسان في الإنقاذ، رائع عبد اللطيف نعسان بعد تسديدة رائعة سددها زكريا عزيزة. التهديد الاتحادي الأول الذي يحسب في هذه المباراة بعد انتصاف الشوط الأول. تماس على جهة اليسار اتحادي بيد أيمن الصلال، لا تزال اتحادي حيازة، سلاح التسديد يتكرر، قلت دفاع المنطقة الكرماوي ممنوع المرور، تدخل خطر وخشونة والصافرة لمحمد سليمان قنات، لا يمنح الأفضلية، لا يمنح الأدفانتج، يصفر فاول اتحادي على الجهة اليمنى. كان الكرامة حرم الاتحاد من لقب الدوري عام 83 بطريقة إدارية إن صح التعبير، بعد شطب نتائج المجد حينها كان الاتحاد حصل في مواجهات المجد على 6 نقاط، في حين الكرامة حصل على 4 نقاط ليتوج الكرامة، ولولا شطب نتائج المجد دمشق الأهلي سابقا لكن الاتحاد بطل دوري 83. ملعوبة الكرة مقوسة داخل المنطقة، تباغت عبد اللطيف نعسان، تعود، الهدف الأول الأهلاوي، جول اتحادي، جول 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 أول، عبد الناصر حسن، عبد الناصر حسن قلب الدفاع، يهز الشباك
يباغت عبد اللطيف نعسان، يغالط عبد اللطيف نعسان، يفتتح النتيجة في هذه القمة، قمة استاد خالد بن الوليد، ينهي سلبية الذهاب، الذهاب انتهى سلبيا في حلب، لا سلبية هنا. ملح كرة القدم يحضر 1-0 للأهلي، 1-0 للاتحاد. الاتحاد يتجه لمعادلة الكفة التاريخية وتحقيق الانتصار 34 على كرامة. إذا ما استمرت هكذا فإن الأهلي سينتصر للمرة 34 ويعادل انتصارات الكرامة على مستوى الدوري بعد 21 تعادل. من السنتر يعود بها الكرامة بعد أن بدأ ضاغطا، بعد أن كان أفضل، بعد أن استحوذ، ثم قبل اللعب من الجانب الاتحادي ودافع دفاع منطقة على طريقة الباسكت بطريقة انضباطية تحسب للكابتن فهد عودي. 1-0 إذن للأهلي، وواحد صفر هناك في اللاذقية لحطين، 1-0 يتقدم الجزيرة على الشرطة، وبالنتيجة ذاتها يتأخر طليعة بضيافة الجيش. تعود لعبد اللطيف ناصر، تألق مستمر لعبد الناصر حسن بعد الهدف الخرافي الذي سجله الأسبوع الماضي في مرمى الوحدة في الجولة 22، دبل كيك ولا أروع. واليوم في المتابعة من الكرة الثانية يهز شباك الكرامة وينهي سلبية النتيجة ويبدأ تحريك الشباك، من سيحسم قمة اليوم؟ وقد اشتعلت بهدف عبد الناصر حسن. عبد الله جنيات يلعب كرة، علي زكريا مطالب بالحلول، مطالب بالتفكير، مطالب ربما بإقحام البدلاء من الشوط الأول لتعديل الأوتار. جمهور الكرامة لا يرضى بالخسارة أمام الاتحاد هنا في حمص، فهد عودي يجب أن يحرك الأفكار بعد أن تم خلط الأوراق من جانب عبد الناصر حسن. ضغط على حامل الكرة، ملعب أمامية طويلة، ضغط يخرج عبد اللطيف نعسان بدور الليبيرو، يخرج الكرة بمبدأ الأمان لرمي التماس من على الجانب اليمين. أيمن صلال عند الدقيقة 25 من هذه المباراة، إذن نشهد الهدف الأول بقدم عبد الناصر حسن. تماس المباراة قد تهدأ، مطالب الاتحاد الآن باستلام الكرة والحفاظ عليها. 5 دقائق، أول 5 دقائق أو 10 دقائق بعد الهدف لامتصاص الغضب الكرماوي المنتظر لتعديل الكفة، لأن الكرامة إن لم يعدل في الشوط الأول قد يجد صعوبات أكبر في الشوط الثاني وتتعقد أكثر وأكثر الخيارات التكتيكية للعودة فهد الذي قد لا ينجح بالعودة ل1-1 في مواجهة المارد الأهلاوي الذي يتألق في مواجهة الكبار. الاتحاد يستجيب لنداء التاريخ في مباراة الكرامة، الاتحاد يتألق دائما، وقمة ملعب الحمدانية في ملعب 2008 لا تنسى ولا تشطب من الذاكرة. بعد نصف ساعة أولى تقدم فيها يومها الكرامة بهدفين دون مقابل، عاد الأهلي وفاز 3-2. كمباك تاريخي، ريمونتادا خارقة للأهلي يومها بين جماهيره وعلى أرضه في استاد الحمدانية. يستحوذ الأهلي مع كلام التاريخ وفتح ورقات الماضي، يستلم الأهلاويون الكرة، شاهر شاهين على اليسار، يتحكم الأهلي، يتصرف بطريقة مثالية، يستلم الكرة لامتصاص الدفاع الكرماوي ومنع الكرامة من تعديل الكفة بشكل مباشر وإعادة المباراة إلى نقطة البداية. أحمد الأشقر ملعوبة الكرة في منتصف الميدان، تعود زكريا عزيزة، تحكم بالكرة أهلاوي، تناقل الكرات على الأرض، تفتك كرماوية ممتازة قد تكون مرتدة، تغلق الطرق ويمنع الارتداد، انتشار ممتاز لوسط ميدان الأهلي من يملك دائما معركة وسط الميدان، غالبا ما يحسم المباراة والكرة تعطي من يعطيها. ملعوبة على جهة اليسار، عامر تركاوي يبحث عن الكمباك الكرموي، عامر تركاوي يضغط مجددا، فاول بصافرة الحكم الدولي قناة. نتيجة 1-0
تحكم أغلب مواجهات الجولة، 1-0 للجزيرة في مواجهة الشرطة، 1-0 كذلك لحطين في ديربي الغضب في اللاذقية، 1-0 أيضا للجيش الذي يستضيف الطليعة. براء ديار بكرلي على اليسار داخل منطقة الجزاء، ممتازة جدا ارتقاء، ولكن طالت الكرة، لم تكن بالمقاس، لم تكن بالمسطرة، لم تكن العرضية مثالية. توقف ووتر بريك لالتقاط الأنفاس. درجة الحرارة اليوم هنا في حمص في استاد خالد بن الوليد تقارب 43 درجة. الفيفا كانت سمحت حديثا بإجراء كهذا بعد انقضاء نصف ساعة من أي شوط بصفرة الحكم الدولي زكريا قناة. تتوقف المباراة لالتقاط الأنفاس. قلنا كيف غاب اللقب عن الخزائن الاتحادية سنة 83 بعد شطب نتائج المجد، وكان الكرامة منافسا على اللقب، شطبت الكرامة 4 نقاط وللاتحاد 6. كان الاتحاد فاز على المجد يومها، ما كان يسمى دمشق الأهلي، ذهابا وإيابا ليتفوق الكرامة بنقطتين ويحسم ذلك الدوري. كانت كذلك قلنا المواجهة الخالدة في الرابع من كانون الثاني عام 2008 في استاد الحمدانية هناك في حلب، عندما فاز الأهلي ب3 أهداف لهدفين، عاد بالنتيجة بعد تقدم الكرمة في نصف الساعة الأول. مباريات خالدة لا تمحى من الذاكرة، كلاسيكو الكرة السورية كما أسلفنا، ولكن ظروف ترتيب الدوري هذا الموسم يخطف البريق من هذه المواجهة، خصوصا في ظل توازيها مع ديربي النار في اللاذقية بين تشرين وجاره اللدود، حطين المتقدم إلى حد الآن 1-0. تعود الكرة للدوران بقدم فادي مرعي حامل عرين الأهلاوي. تلعب أمامية طويلة بقدم فادي مرعي، تفتك كرموية، تعود، ممتاز جدا المرور الكرموي هذا على اليمين، ملعوبة عرضية تقطع، تعود اتحادية، أيمن صلال، أيمن صلال أمامية بدون عنوان، تعود كرموية باتجاه عبد اللطيف نعسان، المتقدم يستلم الكرة يلعبها أمامية بدون، ربما تشتت ذهني في ال5 دقائق الأخيرة من جانب الفريقين. المباراة انخفض رتمها، المباراة شهدت انخفاض في الحدة والتنافسية، ربما قلنا في ظل ارتفاع درجة الحرارة الذي سيؤثر بكل تأكيد على مؤشر اللياقة من الجانبين. كرة كرموية، الدفع ادفانتج، يقول محمد سليمان قناة، الكرة بحيازة عامر تركاوي على اليسار، ملعوبة باتجاه المهاجم، واحد لا تجد طريقها إليه، تعود اتحادية، ارتداد خطير، ممتاز جدا المرور، محمد الأحمد، ملعوبة إلى أنس بوطة، أنس بوطة هناك على اليسار يلعب الباس، ولكن حضور دفاع الكرموي بالوقت المناسب يخطف هذه الكرة ويعود بها، رغم أنها لا تزال اتحادية بأقدام أحمد الأشقر. ممتازة جدا على اليمين لوجود للتسلل، يستلم الكرة يعود بها بهدوء زكريا حنان، زكريا حنان، محمد ريحانية، محمد ريحانية لجهاد البعور، وصلت على اليسار لأيمن صلال، أيمن صلال وحيدا على اليسار، يجد مساندة من محمد الأحمد نوري، يعود للصلال من جديد، كرة إلى قلب الدفاع، شاهر الشاهين لعبد الناصر حسن صاحب الهدف الوحيد، سيد المباراة إلى حد اللحظة محمد ريحانية، محمد ريحانية يعود بالكرة للبعور، كرة أمامية تقطع وتعود، الطليعة يعدل الأوتار في مواجهة الزعيم الجيشاوي هناك في دمشق، 1-1 الجيش والطليعة،
حضور للأهداف في مجمل الأشواط الأولى في هذه الجولة 23 من منافسات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. هدف واحد هنا في حمص في مباراة الاتحاد والكرمة، 1-2 ممتازة هناك على اليمين، تقطع الكرموية، الكرة حائرة تائهة، لا استحواذ مطلق، لا أفضلية مطلقة، همام أبو سمرة على اليمين، يتقدم أبو سمرة، كروس داخل منطقة جزاء ممتازة في أحضان فادي مرعي، يلتقطها فادي مرعي، كانت عرضية من همام أبو سمرة، لم تجد رأس الحربة فادي قبل الجميع. على اليمين لأيمن الصلال، الكرات الأمامية الطويلة عند الاتحاد هذا المساء تكاد تكون معدومة، اللعب على الأرض بطريقة تيكي تاكا والحفاظ على الكرة ومحاولة الاستحواذ عليها، هذا بصالح الاتحاد ولو مرحليا أن ينقضي الشوط الأول بنتيجة 1-0 خارج الديار أمام الكبير الكرماوي. نوري، الكرة مع نوري، يسقط نوري، وإشارة من الحكم المساعد، لمسة يد على محمد الأحمد رقم 9 نوري كما يحلو للأهلاويين أن يلقبوه. إذن على اليمين الكرماوي، انطلاقة بالكرة، علي زكريا، الكرة تعود، هناك المباراة في دمشق تشتعل بعد تعادل الطليعة، الزعيم الجيشاوي يحصل على ضربة جزاء قد يعيد التقدم وقد يعيد النقاط الثلاث مؤقتا إلى حوزته بعد أن كان متقدما 1-0، عدل الطليعة 1-1، ضربة جزاء للجيش. عامر تركاوي هنا، لا تزال ملعوبة، تعود لعامر تركاوي من جديد، اعتماد على هذا الجناح اليوم هيثم اللوز قلب الدفاع رقم 4، علي زكريا، علي زكريا وعامر تركاوي أكثر لاعبين ربما اعتمد عليهما الكرمة تكتيكيا في بناء الهجمات هذا المساء إلى حد الآن على الأقل. علي زكريا تعود، يعود بها إلى عبد اللطيف نعسان لمعاودة بناء الهجمة من جديد والتركيز فيها. علي زكريا تلعب إلى واصل لحسين، واصل لمحمود الأسود، محمود الأسود يتقدم، بينية لم تصل، بينية لم تصل، لم يكن هناك تفاهم بين محمود الأسود وعبد السلام رحمون. الكرة في أحضان فادي مرعي، فادي مرعي لم يتعرض لتهديد خطير هذا المساء سوى مرة واحدة انقذها ببراعة في بداية المباراة. زكريا حنان على اليمين، زكريا حنان دفعة يستمر فيها، لا تزال معه، يكسب منها رمية تماس، يضيع بها بعض ثواني من هذا الشوط، الواضح أن رجال كابتن محمد عقيل يرغبون بإنهائه 1-0 هنا على أرض استاد خالد ابن الوليد. شاهر شاهي، عبد الناصر حسن، تعود زكريا عزيزة، شاهر شاهي، زكريا عزيزة، انخفض الرتم، بدأت المباراة نارية، بدأت مشتعلة ولو على الصعيد النفسي على الأقل، اندفاع صيدنا، صراعات ثنائية على الكرة، فاز بمعظمها الكرامة، كان الكرامة صاحب الحضور النفسي الأعلى، مهارة من محمد ريحانية في وسط الميدان، لا يهدأ، لا يقف عن الحركة محمد ريحانية، دينمو لياقة لا ينطفئ، رأى محمد ريحانية هذا الموسم. تعود له الكرة، محمد يفضل العودة إلى الخلف، عبد الناصر حسن، زكريا عزيزة، يعود لجهاد البعور، جهاد البعور إلى أحمد الأشقر، أحمد الأشقر يعود بها بالخطأ، ممتازة من المدافع الكرماوي،
يعود بالكرة لكن لا تجد الزميل يتقوقع كرامة في مناطقه مجددا كاللحظات التي شهدناها بعد الهدف. الاتحاد يسير المباراة بطريقة مثالية بعد الحصول ربما على مبتغاه من هذا الشوط بالتقدم 1-0. الاتحاد يفرض السيطرة من حيث الاستحواذ على الكرة وإن كانت هجمات الكرامة أكثر جدية نظرا لأنه مطالب بالعودة بالنتيجة بقيادة فهد عودي الذي كان من نجوم الجيل الذهبي بقيادة المايسترو محمد قويد. جهاد بعور، زكريا حنان يعود بالكرة، زكريا عزيزة بديل محمد عنز هذا المساء، محمد ريحانية، شاهر شاهين، زكريا عزيزة الكرة معظم دقائق هذا الشوط في منتصف ميدان بين أقدام لاعبي نادي الاتحاد الزائر القادم من حلب. جهاد البعور على اليمين متقدم من مركزه يلعب الكرة باتجاه زكريا، تعود تفتك حائرة تستقر كرموية بحث عن الارتداد مقطوعة، تعود شاهر شاهين، ضغط صعود من شاهر شاهين لقطع المرتدة الكرموية، تخرج الكرة رمي التماس على اليسار للكتيبة الاتحادية أو فول بصفرة الدولي محمد سليمان قناة. مع بقاء 5 دقائق على انتهاء مجريات هذا الشوط يلعب الفول أيمن صلال. كيف سيكون الشوط الثاني خاصة إذا جاء الهدف الأهلاوي الثاني من هذه الكرة؟ أيمن صلال يفكر فيها، يدرك أهمية الهدف الثاني في هذه الدقيقة الذهبية التي ستصعب المأمورية كثيرا على أبناء فهد عودي. تلعب تعود رمي التماس يتركها أهلاوية. أيمن صلال، الجيش في دمشق يتقدم على الطليعة، التحام بدني، الحكم يقول العب، الحكم أو محمد سليمان قناة يتجه باتجاه اللاعب الكرموي طريح المعشب محمود الأسود رقم 14. الطاقم الطبي الكرموي يتدخل الوقوف على الحالة البدنية لمحمود الأسود. هذا المهاجم الكرموي الذي لم تصله الكثير من الكرات كان الاعتماد على تركاوي كما قلنا وعلى اللاعب علي زكريا رقم 11. اللاعب الكرمويان الأبرز في هذا الشوط. من جانب الاتحاد كالعادة كالمعتاد محمد ريحانية من نجوم هذا الشوط. تغيير على التشكيلة الاتحادية، الأبرز هو دخول زكريا عزيزة أساسيا بديلا عن محمد عنز إلى جانب أحمد الأشقر في ارتكاز الفريق الزائر. لا يزال محمود الأسود على أرض الملعب. نذكر بنتائج هذه الجولة إلى حد الآن، الجولة 23 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعد أن عاود الانطلاق وكان متوقفا نتيجة جائحة فيروس كورونا. تشرين وحطين، ديربي الغضب 1-0 لحطين. إلى حد الآن الساحل والوثبة سلبية. إذن في دمشق يلغى هدف الجيش ليعود التعادل 1-1 مع الضيف الطليعة. تستأنف المباراة ملعوبة أمامية في الدفاعات الكرموية، ضغط على حامل الكرة ممتازة باتجاه براء ديار بكرلي، يستلم الكرة يعود بها إلى الخلف عامر تركاوي. عامر تركاوي بينية قصيرة في وسط الملعب، تعود للدفاع باتجاه هيثم لوز قلب دفاع رقم 4 الليبيرو الكرماوي. علي زكريا الأنشط من جانب الكرامة هذا الشوط، لا تزال بحيازته رتم المباراة منخفض
لا فرص خطيرة على المرميين منذ منتصف الشوط الأول. أمامية بدون عنوان تجد الطريق بسهولة لفادي مرعي حامي العرين الأهلاوي. باليد هناك على اليمين أيمن الصلال. أيمن الصلال استلم الكثير من الكرات هذا الشوط، أسس الكثير من الهجمات، لعب الكرات الثابتة نشيط أيمن صلال هذا الشوط. بالجهة المقابلة لمحمد ريحانية وزكريا حنان، الجناحين الطائرين زكريا حنان ومحمد ريحانية كالعادة أسلحة الأهلي الفتاكة. تمس هناك على اليسار في آخر دقائق هذا النصف الأول من كلاسيكو الكرة السورية 89 على مستوى بطولة الدوري. الاتحاد يتقدم بهدف دون مقابل والمباراة برتم هادئ. الاتحاد يسعى للاستحواذ على الكرة التي تلعب همام أبو سمرة، إذن عرضية سهلة. كالكثير من الكرات الكرماوية يفتقد الكرامة لللمسة الأخيرة، لا يفتقد الاندفاع، لا يفتقد للحماس، لا يفتقد للإحساس بأهمية المباراة، ولكن لا يوفق باللمسة الأخيرة. نادي الكرامة الكبير الحمصي رافع لواء سوريا على المستوى الآسيوي منذ 14 عاما حينما كان نهائي بصفة الذهاب والإياب، ولولا ذلك لحسمه النسر الأزرق يومها. في الدفاع عند هيثم اللوز، ضغط على حامل الكرة من جانب الاتحاد، بينية ممتازة تعود ينطلق بها هيثم اللوز. هيثم اللوز في منتصف الميدان، ممتازة جدا باتجاه محمود الأسود. محمود يبحث عن الزميل، يجده على اليمين براء ديربكري. أمام أبو سمرة يلحق بالكرة ولكن خرجت بصافرة محمد سليمان قناة، ضربة مرمى لفادي مرعي. ضربة مرمى أهلاوية، لعل المباراة الأكثر إثارة في هذه الجولة مباراة الجيش والطليعة هناك في دمشق، شهدت تقدم جيشاوي، تعادل من جانب الطليعة، ضربة جزاء بعد ذلك للجيش وهدف يعاد إلغاؤه. 1-1 الطليعة والجيش، 1-0 لأصفر اللاذقية ضد 1-0 عفوا لحطين الأزرق في وجه المتصدر التشريني. 1-0 كذلك للجزيرة الذي يستضيف الشرطة. الجزيرة سعي الخروج قلنا من منطقة الهبوط، متذيل الترتيب بسبع نقاط حتى قبل بداية هذه الجولة. الكرة مع زكريا، إذن قطع كرماوية تعود ممتازة، ارتداد كرماوي بحماس كالعادة، التحام بدني الأهلاوي أسرع، يعود بالكرة بمبدأ الأمان والسلام، يخرجها إلى رمية تماس. رمية تماس كرماوية هنا على اليمين، براء ديار بكرلي يتركها، عامر تركوي، عامر تركوي إلى علي زكريا، اللاعبين الأميز. يتقدم زكريا يدخل بالكرة، ممتازة مهارة فردية من زكريا، لا يتجاوز فيها المدافع الأهلاوي. تركوي عرضية داخل منطقة الجزاء، استخلاص أهلاوي وإبعاد للكرة من هناك. رمية تماس ستلعب كرموية، أخرجها أيمن صلال. صافرة الحكم الدولي محمد سليمان قناة، تنهي النصف الأول من مباراة اليوم هنا في استاد خالد بن الوليد بحمص بتقدم الضيف الزائر الأهلاوي القادم من حلب بهدف عبد الناصر حسن قلب الدفاع. مستمعين ومشاهدين متابعي إذاعة صدى FM، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا. تحت عنوان الكرامة يستضيف الاتحاد، سنكون معكم في الشوط الثاني للحكاية بقية.